أهلا بكم أعزائنا المشاهدين ومتتبعي الموقع الإلكتروني لوزارة التجهيز والنقل واللوجستيك في حلقة جديدة وحوار جديد مع الوزير المنتدب المكلف بالنقل السيد محمد نجيب بوليف. في حوار جديد سوف نتطرق فيه هذه المرة لموضوع وإشكالية السلامة الطرقية ببلادنا. أهلا بكم سيدي الوزير مرة أخرى. شكرا لكم موقع الإلكتروني لوزارة التجهيز والنقل واللوجستيك. شكرا سيدي. كمدخل عام لحوارنا، هل قربتمونا أكثر من إشكالية السلامة الطرقية بالمغرب؟ نعم، أكيد أنه الموضوع ديال السلامة الطرقية هو من بين المواضيع الهامة التي اشتغلت عليها الحكومة الحالية في إطار البرنامج الحكومي، وضعت لها الحكومة السابقة استراتيجية وطنية للسلامة الطرقية من 2003-2013-2014، ونحن نشتغل اليوم الحمد لله استطعنا أن نخرج الاستراتيجية الوطنية الجديدة 2016-2025، والتي حددت من بين الأهداف الرئيسية والمركزية ديالها وأننا نقلص عدد القتلى في أفق 2020 25%، وفي أفق 2025 من العشرية بحوالي 50%. الإشكالية اليوم هي إشكالية معقدة لارتباطها بالعنصر البشري أساسا الذي يمثل حوالي 90% من عدد القتلى ومن عدد الحوادث، بالإضافة إلى المحورين الآخرين المرتبطين بالسلامة الطرقية اللي هو المحور ديال البنية التحتية بمعنى الطرقات ومستواها حوالي 5%، والمحور الثالث اللي هو مرتبط اساسا بالحاله الميكانيكيه ديال العربات والتي يمثل حوالي اقل من 5%. اليوم هذه الاستراتيجيه بالفعل حاولنا اننا نوضعوا لها الاشكالات الرئيسيه من خلال دراسه ميدانيه سواء مع مختلف الفاعلين الذين نشتغل معهم، ولكن ايضا مع البنك الدولي اللي كانت عنده رؤى وتصورات واجتهادات وايضا تجارب دوليه وعالميه استفدنا منها في اطار الخبره، وحاولنا ان ننزل الايجابيه فيها على هذه الاستراتيجيه. اليوم الاستراتيجية متوفرة وعندها عدة مداخل رئيسية ومركزية، اللي من الأساس تنهدفوا هو أننا بالفعل نوصلوا لهذا التحدي وأننا نقلصوا العدد ديال القتلى ب 50% في أفق 2025. سيد الوزير، إذا تكلمنا بلغة الأرقام، هل قدمتم لنا بعض الإحصائيات المتعلقة بملف السلامة الطرقية خلال السنوات الخمس الأخيرة؟ نعم، هو من الإيجابي جدا الحديث على الأرقام، لأنه في المخيلة الشعبية بعض الكليشيهات اللي هي مرتبطة ببعض الحوادث الكبرى وللأسف التي تقع ديال الشاحنات ولا ديال الحافلات، في المخيلة الشعبية تنتصوروا على أنه الحوادث تزداد وعدد القتلى يزداد، لكن الحقيقة وأنه كانت نسبة ديال الازدياد خلال العشرية المنصرمة بمعنى إلى حدود 2010 كانت النسبة ديال الازدياد ديال عدد القتلى في حدود 5% سنويا، وصلت لأقصى قمة هي 2011 اللي وصلت 4222 قتيل وللأسف. لكن السنوات ديال 2012-2013-2014 عرفنا الحمد لله تقلص واضح ب 17% خلال هذه السنوات عدد القتلى، وصلنا لحوالي 3650 قتيل بمعنى 4222 في 2011 إلى حوالي 3650 في 2014، وهذا شيء إيجابي جدا، وهذا أيضا في ظل التنامي ديال الحاضرة ديال السيارات اللي فاقت 30% خلال هذه الخمس سنوات الأخيرة. إذا هذا المؤشر هو إيجابي ومعطى إيجابي. الآن التحدي اللي عندنا هو أننا نحاولوا على أننا نحافظوا عليه ونطوره ونحسنوه، وهذا هو التحدي اللي قلت اليوم مرتبط بعدة مؤسسات وليس وزارة النقل فقط، ولكن أيضا بعدة متدخلين وعدة مؤسسات قلت هي أولوية وطنية في البرنامج الحكومي، ورئيس الحكومة شخصيا يتابع هذا الملف. نشتغل اليوم على أساس أنه بالفعل هذه الأرقام تولي إيجابية، ومن بين المؤشرات اللي يمكن نقول لك خلال السبع أشهر الأولى ديال 2016 اللي هي إيجابية، وأننا الحوادث التي تقع نسبة ديال الخطورة ديالها بمعنى الجرحى الكبار تقلصوا خلال السبع أشهر بحوالي 7%، وهذا يفيد على أنه وإن كانت الحوادث مازال موجودة لكن قلت خطورتها، وهذا راجع إلى نوع من الوعي الذي بدأ في السلوك البشري. هو سنة 2015 2015 كاين ارتفاع اللي هو مرتبط بالفعل تنقولوا عندما تكون عندنا ثلاث سنوات اللي هي ديال الانخفاض في الاحصائيات دائما تتكون واحد السنه اللي تيوقع فيها شويه ديال، او كانت عندنا الحادثه ديال 2015 الحادثه ديال ورزازات والحادثه ايضا ديال طنطان اللي كان فيه حوالي 50 قتيل بين الحادثتين، وهذا اللي رفع من المستوى ديال 2015 وللاسف الشديد. نعود لنقطه التدابير والاجراءات التي قامت بها الوزاره للحد من حوادث السير وخفض عدد القتلى خلال الفتره
2012-2016، ما هي الإجراءات سواء المتعلقة بالبنية التحتية بالفحص التقني وما إلى ذلك؟ هو أكيد أنه الاشتغال قلت هو مع جميع الفرقاء المتدخلين في هذا المجال. إذا عندنا بنية تنظيمية اللي اشتغلنا عليها وهي البنية المؤسساتية ديال النصوص اللي اليوم تنشتغلوا عليهم، النصوص ديال المدونه الحمد لله التعديل هو جاهز غنتكلم عليه، المرتبط باحداث وكاله ايضا هذا من الامور اللي هي جد ايجابيه واللي الحمد لله نحن نشتغل عليها على اساس انها تكون مجمعه لجميع ما هو مرتبط بهذا القطاع. لكن ايضا كاين الجانب ديال التحسيس والتوعيه اللي انفتحنا فيه بطريقه كبيره. اليوم نقدر نقول لك على انه ما كاينش مواطن مغربي الا وما تيوصلوش الميساج الرئيسي ديال حوادث السير وديال ضروره التقليل منها، بالإضافة إلى أننا اليوم دخلنا القطاع المدرسي للتنشئة للأبناء باش نجعلوا لهم في البرامج الدراسية، لأنه نراهن على الجيل السيف جينيريشن، بمعنى نراهنوا على ذاك الشباب اللي هو جاي نشكو اليوم نشتغل على هذا الملف. نشتغل أيضا في جانب آخر اللي هو جد إيجابي، وهو أننا ما يبقاش الإشكالية مركزية فقط، وإنما اليوم فتحنا شراكات ووقعنا اتفاقية شراكة مع 10 مدن الكبرى في المغرب اللي فيها أكبر نسبة من عدد حوادث القتل الحوادث ديال السير، على أساس أننا الفاعل المجتمعي والفاعل اللي هو المنتخب داخل داخل المدينة، ولكن أيضا السلطات المحلية وقعنا معهم اتفاقيات على أساس التزامات معينة باش يتخذوا إجراءات معينة على صعيد المدينة ديالهم، والوزارة تقوم بالإجراءات الضرورية المواكبة باش نقلصوا من عدد ديال الحوادث، باش نخليوش المسألة غير في الرباط كما يظن البعض. الوزارة هي اللي خصها تقلص، إذا إشراك. كاين الإضافة النوعية الأخرى اللي اشتغلنا عليها هو أنه كاين واحد الفئة كبيرة اليوم ديال حوادث السير اللي هما كما تعلمون حوالي 1000 قتيل اللي هما عديمي الحماية، ما نسميهم عديمي الحماية، إما راجلون وإما أيضا مستعملين ديال الدراجات النارية أو المستعملين ديال الدراجات العادية. إذا عندنا برنامج شامل، ولاحظتم على أنه أول عملية قمنا بها واللي غتكون عندها إيجابيات في المستقبل إن شاء الله رب العالمين، والدراجات النارية اللي اشتغلنا عليهم على أساس أولا الإحصاء ديالهم، أيضا ثانيا الترقيم باش يولي عندهم الماتريكولاسيون، وثالثا أحدثنا خلال المدونة الجديدة ديال التعديلات واحد البيرمي جديد خاص بكل السائقين ديال الدراجات النارية، واخا اللي ما عندوش 50 سلندري حتى قل، لأنه هو تيشترك معك في الطريق، فما يمكنش يكون على الأقل عارف الكود وعارف القوانين والضوابط، بالإضافة إلى أنه يعرف بثلاثي العجلات بمعنى التريبورتر. اليوم ألزمناهم باش أنهم يكون عندهم البيرمي بي، بمعنى أنه خص يكون عنده البيرمي باش يسوق، لأنه حتى هو ودرنا واحد المجموعة ديال الشروط على أساس أننا نعملوا في هذه الفئة اللي هي حديم العماية أننا نشتغلوا لها، بالإضافة إلى إجراءات اللي هي نوعية اليوم اللي هي الاشتغال في المجال البحثي. اليوم كنا تنقوم بإجراءات اللي في كثير من الأحيان هي معاينة ميدانية، اليوم درنا اتفاقية اللي في حوالي 1 مليار سنتيم 10 مليون ديال الدرهم مع المعهد ديال البحث العلمي الوطني، على أساس أننا نديروا دراسات اللي هي مرتبطة بالسلوك ومرتبطة أيضا بالطرقات ومرتبطة أيضا بالعربات، على أساس أنني يولي عندنا مادة علمية باش نشوفوا السلوك المغربي، لأن من تنتكلموا على السويد ولا نتكلموا على نيوزيلندا ونقولوا ما عندهمش حوادث السير، ما يمكنش نقارنوا نفس النيوزيلنديين والسويديين مع المغرب، المغرب بظروفه الخاصة نشتغل سيكولوجيا للواقع المغربي اللي تنشتغلوا اليوم عليه، على أساس أننا نطوروا في هذا المجال. إذا هذه جزء من الإجراءات، بالإضافة إلى الإجراءات اللي مرتبطة بالمراقبة التقنية الكونترول التكنيك دي فيكول ديال السيارات اللي كنا صارمين واللي أدخلنا اليوم، درنا أكثر من 1700 فحص دلوديت للمراكز، ودرنا فحوص مضادة، أوقفنا عدة شركات ديال الفحص التقني اللي ما تتقومش بالواجب، أوقفنا عدة فاحصين تقنيين اللي كانوا تيقوموا بأعمال غير شريفة في المجال ديال الفحص التقني، أوقفنا عدة حافلات وعدة عربات. اليوم هذا القطاع ينحو منحى الضبط والتدقيق لوديت والمتابعة الدائمة، والحمد لله الإخوان ديال القطاع اليوم تيحسوا بأنهم ضروري يكونوا أيضا فاعلين في هذا المجال باش تكون هذه السلامة الطرقية مسألة ديال الجميع، ماشي مسألة ديالنا فقط. مشينا اليوم حتى القطاع الغيار، نحن بصدد توقيع العقد برنامج مع الإخوان ديال القطاع الغيار اللي تبيعوا قطاع الغيار لي بياس دي طاشي، واللي جزء منهم تيسبوا حوادث ديال السير، واحد البياس اللي تتشريها رخيصه ولكن ما عندهاش المواصفات ديال واحد البياسه اللي هي معايير وتساهم اما فران يا اما رويضه يا اما عجله الى اخره، وهذا من الاشكالات اللي هي مطروحه في هذا المجال. طيب قمتم بتعديل مدونه السير واللي تمت المصادقه عليها من طرف البرلمان، ما اهم ما جاءت به مدونه السير؟ هو بالفعل مدونة السير تحتاج إلى 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 حوار خاص بها أو إلى حلقة خاصة، لكن ما يمكن أن يشار إليه هو أنه تمت في إطار تشاركية تامة مع المهنيين حوالي
نقدر نقول لك 80 جواب اللي جانا من عند المهنيين، بالاضافه الى اللقاءات المستمره على اساس اننا نستجب الماء مطلوب من طرف المهنيين. الاجراءات اللي هي مرتبطه بالسلامه الطرقيه اساسا هي اولا مؤسسه العمليه ديال السلامه الطرقيه من خلال اننا نعطيوها البعد الرئيسي والدوري اللي كان خاصو يكون عندها من خلال المراقبه. اذا عطينا المراقب واحد المجموعه ديال الاجراءات جديده وامكانات جديده باش يقوم الدور ديالو كما يلزم. عملنا على اساس انه فين كانت عندنا فراغات اللي هي مرتبطه بالسلامه الطرقيه، سواء من خلال عدم التوفر على واحد الرخصه ديال السياقه وغيره، ايضا في هذا المجال درنا ما يلزم، منها الجانب ديال الدراجات الناريه مثلا اللي ادخلنا هذا الجديد. قمنا باجراءات اللي هي مرتبطه بتيسير العمليه ديال الحصول على الوثائق داخل المدونه، بالاضافه الى اننا حاولنا في بعض الامور نيسروا بعض الاجراءات، ومنها الاجراءات اللي هي مرتبطه اساسا بهادشي ديال لافوريير، شي ديال المحجز اللي في بعض الاحيان كان في واحد النوع ديال ممكن نقولوا ديال الشطط، اليوم حيدنا هاد الشطط. حاولنا ايضا على اننا المواطن اللي هو عنده نفس مواطني سيتويان اننا اللي بغى يخلص في البلاصه قلصنا من داكشي ديال الغرامات التصالحيه، على اساس انه اللي تيخلص خلال 24 ساعه ولا تيخلص خلال 15 يوم عنده امكانيه ديال التخفيض. اشتغلنا ايضا في المجال ديال السلامه الطرقيه على اساس انه متى تكون اي حادثه سواء مميته او غير مميته، كانت اليوم واحد اللجنه تقوم اللي هي لجنه شكليه بين قوسين تقنيه، اليوم درنا مرصد من خلال المدونه، مرصد جديد اللي غتولي الهدف ديالو هو انه يتابع جميع الحوادث سواء مميته او غير مميته باش يشوفنا الاسباب ديالها ويعطينا توصيات ومقترحات باش نتجاوزوها. هذه يعني بعض مجموعة من الاجراءات كما قلتم والاجراءات اللي حاولنا نجاوبوا عليها خلال المدونه. تحتاج لحلقه خاصه. صحيح. نختم بنقطه مشروع احداث الوكاله الوطنيه للسلامه الطرقيه بعد ان تمت المصادقه عليه في مجلس الحكومه، مازال ما تم المصادقه عليه اظن في البرلمان. لازلنا كنا نتمنى على انه يتم عليه المصادقه قبل انتهاء الدوره الصيفيه، لكن قدر الله وما شاء فعل. اللي هو مهم هو انه اليوم في اطار الفلسفه العامه ديال الاستراتيجيه الوطنيه للسلامه الطرقيه افق 2025 هو انه تكون عندنا هيئه اللي هي هيئه جامعه في اطار التدبير ديال المجال ديال السلامه الطرقيه. عندنا عده فاعلين، عندنا عده اجراءات، وفي كثير من الاحيان هناك اجراءات يمكنش نقول تتعارض ولكن لا تتكامل، وتكون فيها بدل ديال الجهود وديال الاموال اللي اليوم تنحاولوا اننا نجمعوها. هذه الوكاله الدور ديالها الرئيسي هو ان تكون عندها التقائيه ديال كل ما هو مرتبط بالسلامه الطرقيه، غادي تحاول تشتغل منذ البدايه، بمعنى انها هي غادي تكلف حتى بالرخص ديال السياقه. غنمشيو من رخص السياقه، غنمشيو للحصول على الرخصه في الكيفيه ديال تعليم السياقه، الحصول على الرخصه، الخروج ديال الرخصه وديال البطاقه الرمادية غتقوم بها، المراقبه التقنيه غادي تقوم تاهي بها، تكون هي مشرفه بمعنى غتراقب الكونترول التكنيك تاع دي فيكولي اللي غادي تكون مكلفه بها، وغتمشي للمجال الاخير اللي هو ديال التحسيس وديال التوعيه اللي هي اليوم فقط اللجنه تشتغل بهذا المجال. اذا اليوم على الصعيد الافقي هذه الوكاله غادي تدبر جميع هذا المجال اللي هو مرتبط بالسلامه الطرقيه، واكيد انه جميع الفاعلين غادي يكونوا ممثلين في الهيئه اللي غتكون مشرفه، وهذا اللي غيجعلنا على انه الجهود اليوم ان شاء الله عندما نكتفوها يكون عندنا واحد التصور منبثق، واحد الرؤيه واستراتيجيه واضحه، الفاعلين غادي يشتغلوا بنفس الاستراتيجيه، غتكون عندها امكانيه انه ديال التدبير ما فيهاش ضغوطات ديال التدبير الحكومي لان هي وكاله، اذا غادي نعملوا على اساس انه بالفعل، وهذا الواقع اللي هو موجود عديد من الدول اللي سبقتنا في هذا المجال، مشينا درنا دراسات بنش ماركينغ ومشينا درنا زيارات ميدانيه لعديد من الدول، والنتيجه هي انه بالفعل هذه الوكاله ان شاء الله نتمنى أنها تكون عندها إيجابيات عديدة مجال ديال السلامة الطرقية. بهذه الرسالة الإيجابية حوارنا يشرف على نهايته، حوارنا المخصص للسلامة الطرقية. شكراً. يشرف على النهاية. أشكرك سيدي الوزير على هذه المعلومات المستفيضة، وأضرب موعدا جديدا لمتتبعينا سوف يهم باقي أنواع الطرق. إلى اللقاء. مرحبا أنا سالم. شكرا. شكرا.